السلام عليكم، انا باشمهندس حسن محمد حسن، الفرقه الرابعه اتصالات، كليه هندسه جامعه الزقازيق 2021 2022. ده مشروع هارت بيت مونيتور سيستم تبع ماده هندسه الحاسبات 2 باشراف دكتوره الشيماء نبيل. المشروع بتاعنا عباره عن هارت ريت مونيتور سيستم او هارت بيت مونيتور سيستم. البيشنت بيوصل السنسور، هو مستخبي دلوقتي، بيوصل السنسور على ايده، و كل 10 ثواني بيديني قراءة بالهارت ريت بتاع البيشنت بتاعي. وعندي برضه على الشمال هنا موجود البلينك ابليكيشن، عشان انا بعرض على ال سي دي وبعرض برضه على البلينك ابليكيشن، عشان الدكتور او المشرف مش محتاج يبقى موجود بنفسه قدام الشاشة يتفرج، هو دايما ايه ممكن يتابع عن طريق الواي فاي موديول اللي متوصل هنا في النود ام سي يو، يقدر يتابع الهارت ريت بتاع البيشنت بتاعنا. نشوف الكومبوننتس عندنا هنا. النود ام سي يو ده المايكرو كنترولر بتاعنا، عندنا ال LCD متوصل بيها ال I2C، ده ادابتور عادي بتاع ال LCD يبقى اسهل في التوصيل. عندنا هنا تحت هنا البزر ده بيديني انديكيشن او بيديني بيطلع صوت كل ما يخرج قراءة. وعندنا هنا السنسور ده اللي بيقرا القيمة، ده اللي بوصلها على البيشنت بتاعي. دلوقتي انا همسك السنسور بايدي وهنشوف دلوقتي المشروع وهو شغال. تمام، هو بدأ يقرأ. طبعا اول قراءة ما اعتمدش عليها قوي لانه لسه شغال. السنسيتيفيتي بتاعت السنسور بتاعنا بتبقى ضعيفة شوية عشان هو ايه رخيص شوية. فالرينج الصح بيبقى من 85 لـ90، ده ليا انا شخصيا، فهتلاقيه دايما شغال في الرينج ده من 85 لـ90، وهتلاقي نفس القيمة اللي بتتعرض على ال LCD هتلاقيها بتتعرض على شاشة التليفون هنا على البلينك ابليكيشن. تمام، هتلاقيه بيشتغل في الرينج ده من 85 لـ90. تمام، طول ما انا ماسك السنسور في ايدي القراءات شغالة مظبوطة. تمام، بيبعت هنا على ال سي دي وبيبعت على البلينك ابليكيشن. كده المشروع شغال، كده المشروع بتاعنا شغال. طبعا اول ما بشيل ايدي خلاص مفيش قراءات، مش هيقرا حاجة. تمام كده الشاشة طفت، كده مش هيقرا حاجة. تمام بس كده المشروع شغال. شكرا.